اللهم لك الحمد أنت بلغتنا، اللهم لك الحمد أنت خلقتنا، اللهم لك الحمد أنت رزقتنا، اللهم لك الحمد أنت هديتنا، اللهم لك الحمد أنت أمنتنا، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم
الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته خيرا ورشدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتقنا الليلة من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم يا رحيم يا غفار حرم وجوهنا على النار. اللهم يا رحيم يا غفار حرم وجوهنا على النار. أعتق رقابنا ورقاب والدينا ومن له حق علينا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم يا ربنا سبحانك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا. اللهم كن لإخواننا المرابطين في المسجد الأقصى، اللهم فرج همهم، اللهم انصرهم، اللهم نفس كربهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم يا منتقم يا جبار، عليك بمن ظلمهم، عليك بعدوك وعدوهم، يا قوي يا عزيز، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وزعزعهم يا قوي يا عزيز. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، شتت شملهم، فرق جمعهم، خالف بين قلوبهم، واجعل دائرة السوء عليهم بقوتك وجبروتك يا قوي يا عزيز. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين.
اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوانا وأحبابا رحلوا إليك وحلوا ضيوفا بين يديك، هذا أمرهم لا يخفى عليك. اللهم اجعلهم في قبورهم مطمئنين، ويوم قيام الأشهاد آمنين، وبجود رضوانك واثقين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمنا يوم العرض والنشور، يا عزيز يا غفور. يسر حسابنا، يمن كتابنا، ثقل موازيننا بالحسنات، ثبت أقدامنا على الصراط، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا رب العالمين. اللهم لطفك بأمة محمد أجمعين، اللهم لطفك بأمة محمد أجمعين، اشتد علينا البلاء وزادت علينا الفتن وتكالبت علينا المحن، فإليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، نصرك القريب يا سميع يا مجيب، فرجك القريب يا سميع يا مجيب، نصرك القريب يا سميع يا مجيب، فرجك القريب يا سميع يا مجيب. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وسائر أعمالنا، اللهم لا تجعلنا ممن صام فكان حظه من صيامه الجوع والعطش، ولا تجعلنا ممن قام كان حظه من قيامه التعب والسهر. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحمن، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا
علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إلهنا، كيف يناديك في الصلوات، كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟ أم كيف يدعوك عند الشدائد والحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟ أم كيف تنام عنك العيون وأنت على كل شيء رقيب، تنزل إلى السماء الدنيا فتقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ اللهم إنا مستغفرون، اللهم إنا سائلون، اللهم إنا تائبون. تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم كما بلغتنا أول رمضان فبلغنا آخره. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه، وجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه، وجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا سامع كل نجوى، يا منتهى كل رجوى، يا كاشف كل بلوى، وقفنا ببابك ولذنا بجنابك، فلا تردنا خائبين، ولا من رحمتك مطرودين، فلا تردنا خائبين، ولا من رحمتك مطرودين. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا انقطعت الأسباب وتباعد الأحباب وأغلقت الأبواب ولم يبق إلا بابك مفتوحا. اللهم فاقبلنا، ولم يبق إلا بابك مفتوحا. اللهم فاقبلنا، ولم يبق إلا بابك مفتوحا. اللهم فاقبلنا. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعلنا بهم من أهل البر والإحسان، ولا تجعلنا بهم من أهل العقوق والعصيان. اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم،
اللهم اشف مريضهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم اهد ضالهم، اللهم ارزق فقيرهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم احسن اليهم، اللهم انهم اكرمونا فاكرمهم، اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم إنهم ألطفوا بنا فالطف بهم، اللهم إنهم ألطفوا بنا فالطف بهم، فالطف بحالهم، فالطف بهم يا أرحم الراحمين. من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، وافسح له في قبره مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وجمعنا به في جناتك جنات النعيم. ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد بدر التمام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.